صلى على الله. في حاجه اسمها ديف، ديف كده كأنها باراجراف، ما تشغلش بالك يعني، تمام؟ يعني حاجه كده زي جزء من الصفحه كده. الديف دي اهو عادي، في حد مش فيها ديف يعني كجزء من الصفحه كده، فيجن. حلو. لو انا عايز اديها ستايل انا ادي عليها ازاي؟ ازاي افتح اسم مين؟ هيدي على الديف ازاي؟ اقول ديف صح؟ اقول انا باك جراوند ايه؟ كولر، واديها اللون اللي انا عايز ادوله بالشكل ده صح؟ فلما ارن الصفحه الديف اتغيرت ولا لا؟ طيب لو انا عندي ديف ثالثه هي ثانيه ومكتوب فيها كلام، ايه اللي يحصل؟ انا هيطبق على نفس الكلام صح؟ انا هفصل بالديف ده بي ار بس كده، بي ار نفس الكلام كده الديف الاولاني، نفس الكلام الديف ايه؟ اتطبق على نفس الحاجه صح؟ طيب لو عندي ديف رابعه او ثالثه ايه اللي يحصل؟ هيطبق على نفس الحاجه صح؟ او باراجراف اي حاجه. طب انا عايز اللي في النص لون مختلف صح؟ يعني انا مش عايز اقول كده بص ديف فيسلكت كل الديف، انا عايز واحده بس اللي يتطبق عليها اللون ده، وليكن الواحده دي اللي هي في النص، عايز انادي على اللي في النص هي اللي تاخد الشكل ده. حلو. واحد يقول لي طب ما تيجي يا باشمهندس تكتب هنا ستايل وتكتبها، اقول له بس مش عايز اكتب في نفس التاج، انا عايز اكتب بره كده. قال لك في حاجه اسمها اي دي، حاجه اسمها مين؟ تسمعوا عنه قبل كده صح؟ ما سمعتوش عنه؟ اسمه اي دي، اسمه ايه الاي دي؟ اسمه ايه؟ اكس. لما تيجي تنادي عليه ما تناديش على الديف، نادي على مين؟ على اي دي نفسه. والله ينور عليك، بدل ما تقول يا ديف نادي على مين؟ الاكس صح؟ قلت له ده ايه؟ اكس والباك جراوند كذا. فلما رن الصفحه بتاعتي هو بيدور على تاجه اسمها اكس. هل في حاجه تاجه اسمها اكس؟ هل في تاجه اسمها اكس؟ ولا في تاجه الاي دي بتاعها اسمه اكس؟ فعلشان تقول له ان الاي دي بتاعها اسمه اكس تقول له هاش. هاش كده ده اي دي حضرتك، مش تاجه. لو انا مسحت دي مش هتطبق. ليه؟ لان هو مفيش تاجه اسمها مين؟ لو كان عندك تاجه هنا كده، طبعا ما عندناش في الاتش تي ام ال تاج اسمها اكس، بس لو فرض ان انا عملت تاج اسمها اكس كده مكتوب فيها هلو وورلد، دي تاج اسمها مين؟ اكس. بس انا ما عنديش تاج اسمها اكس اصلا، فانا عايز اقول له ان دي مش تاجه، ان دي ايه؟ اي دي. ان ده اي دي، فبعمل هنا حاجه اسمها مين؟ حاجه اسمها مين؟ هاش. هاش ده كده معناه ان انا بنادي على تاجه على اي دي مش ايه؟ مش تاجه كده. طبق عليه اللي بعدها اللي واخد الاي دي. طيب اسال سؤال بعد اذنكم. لو انا عندي باراجراف اهو وباراجراف تاني اهو، انا عايز الباراجراف ده ياخد لون معين ده بس مش كل الباراجرافات، اعمل ايه؟ اي دي سميته ماي بي. لما انادي عليه فوق بقى انادي عليه ازاي؟ لما اجي في الستايل جوه الستايل افتح تاج اسمه مين؟ هاش ماي بي، واقول له هنا مين؟ باك جراوند كلر وليكن اللون الجري الجرين بالشكل ده. فلما ارن الصفحه بتاعتنا مش اي باراجراف، ده الباراجراف ده ايه؟ بالاخص صح كده؟ لا. طيب المشكله الاي دي ما ينفعش يتكرر، يعني ما ينفعش اتنين ديفين ياخدوا الاي دي او اي حاجه تاخد اي دي، ده خلاص الاي دي يتكرر مره في الصفحه واحده بس. طب لو انا عندي ثلاث حاجات عايزهم بس، عندي مثلا 50 باراجراف، 50 ايه؟ بس عايز ثلاثة باراجرافات بس وياخدوا شكل معين. فانت كده ما ينفعش الاي دي تديهم اي دي وده اي دي وده اي دي، يعني نفس الاي دي، يعني مثلا ادي الاي دي ده اسمه اكس، الثاني ما ينفعش تدي الاي دي اسمه اكس. عشان ده اسمه واي. يعني بس ينفع اي دي اسمه اكس واي دي اسمه واي واي دي اسمه ايه؟ زد. بس في الحالة ده لو هو الشكل نفسه نفس الشكل هتكتب الكود بتاعك كام مرة؟ ثلاث مرات. بس مش عايز اعمل كده، انا عايز استخدم حاجه ينفع تتكرر. شو ناس بيقول النيم، ممكن النيم يتكرر عادي حلو كويس، بس احنا هنستخدم حاجه غير النيم. هو النيم ينفع بس هنستخدم حاجه غير ايه؟ النيم. في حاجه هنا جميله جدا غير الاي دي، لان الاي دي ما ينفعش ايه؟ تتكرر. في حاجه جميله كده كده اسمها كلاس. حاجه اسمها ايه؟ بكتب كلاس. كلاس كده يعني صنف، هنا صنف البنات وهنا صنف الرجاله، ده الصنف اليمين وده صنف الشمال، ده الصنف يعني الجانب الشمال يعني. طيب ده الجانب مثلا الناس اللي في الدور الاول، ده ناس الدور الثاني، تمام؟
دول كلاس ايه دول كلاس بي. فتصنيف، تصنيف يعني حد بيقول ايه ده تصنيف الملابس، ده تصنيف الايه التشوز مثلا، تمام. فبصنف زي ما بصنف المنتجات مثلا عندي، ده اللون اللي لابسين لون ابيض، دول اللي لابسين لون اسود، تصنيف. فانا حاطط ده في التصنيف وليكن تصنيف اسمه ماي ديف، يبقى هنا ده تصنيف اسمه ايه؟ ينفع الباراجراف ياخد التصنيف ده عادي. كلاس اسمه ماي مين؟ ماي ديف. عندي كام حاجه واخدين التصنيف ده؟ واحد واخد كلاس اسمه ماي ديف، وده واخد كلاس اسمه مين؟ ماي ديف. لما تيجي تنادى عليهم تقول له ماي ديف وتفتح قوسين وتقول له الباك جراوند كولر بلاك مثلا، الباك جراوند كولر مين؟ بلاك، وكولر اللون الابيض الوايت. في الحاله دي هو بيدور على تاجه اسمها ماي ايه؟ انا مش عايز اقول له ماي تاجه، عايز اقول له ده كلاس. لا هاش دي لو انا حطيتها بيدور على اي دي، دوت يدور على كلاس، بيدور على ايه؟ كلاس. حته هاش دي يا شباب اللي هي دي كده هتكتبها في كومنت، هاش كده معناه ان هو بيدور على ايه؟ اما دوت كده بيدور على مين؟ سهله ولا صعبه؟ اه كده كلاس وكده اي دي، اه كده بيدور على هاش اي دي ودوت ايه؟ كلاس. كده بقول له دور لي على ماي ديف، كم واحد واخده ماي ديف؟ اثنين، شايف؟ اثنين. وخلي بالك ممكن تيجي كده شايف البادي؟ البادي دي تقدر تقول لها انت واخده كلاس اسمه ايه؟ عادي. وممكن الديفاي دي تديها كلاس اسمه ايه؟ تديها لاكتر من ايه؟ من حاجه. فلما اعمل ريفريش اه خدت ماي ديف، خد ماي ديف، خد ماي ديف، وخد حتى البادي برضه خد ماي ديف. تعالى شيلها من البادي عشان ايه؟ ما تتلخبطوش بيها. بس تقدر تدي ماي الكلاس دي لاي ايه؟ اي عنصر بس الاي دي. صلى على الله، مطلوب منك في خلال دقيقتين هعمل كده باراجراف حلو، وباراجراف تاني اهو حلو، وباراجراف تالت اهو، او ديفات مش لازم باراجراف حلو. تناديل على ده باي دي، وتناديل على ده بالكلاس، وتناديل على ده باسمه. يعني جرب كده تنادي مره بالاي دي، مره تنادي بالكلاس. انت جربت تنادي بالاسم صح؟ مش انت جربت من دلوقتي تجرب بالاسم؟ جرب بقى تنادي على الكلاس، وجرب تنادي على الاي دي. عشان تدي كلاس تيجي تدي هنا اي دي كلاس كده بروبرتي اسمها كلاس، اه كلاس اسمه اكس. وعشان تدي اي دي تيجي هنا تقول له ايه؟ اي دي اسمه واي. بس خلي بالك لما تيجي سيلكت الكلاس بتقول له دوت اكس، لكن لما تيجي تنادي الاي دي، لما تيجي تنادي الكلاس تقول له دوت اكس، لكن لما تيجي تنادي الاي دي تقول له هاش واي. كم واحد